شكرا. أولا أنا سعيد بثقة زميلات وزملاء في الشخصية المتواضع للمساهمة في تدبير المرحلة المقبلة للفيدرالية. أعتقد أن الأهم هو أننا في الفيدرالية نعمل بشكل جماعي وأيضا بجهد نتقاسمه جميعا، ولهذا هذا الأسلوب ترسخ في الفيدرالية منذ سنوات وساهم في ترسيخ بشكل كبير صديقنا وزميلنا الأستاذ نور الدين فتاح في السنوات الأخيرة، الذي يبقى عنوانا من العناوين الرئيسية للفيدرالية المغربية لنشر الصحف. أعتقد أن التحديات اليوم في هذه المرحلة اللي مطروحة على الممارسة الصحفية بلادنا والأوضاع ديال الصحفيين كتفرض على كل الجسم الصحفي أننا نتجاوزوا توترات الهامشية والتنابزات بين الزملاء. هناك قضايا ما هو أهم، والفيدرالية المغربية لنشر الصحف كتمد يدها باستمرار لكل المكونات الصادقة في الجسم الصحفي أن نلتف جميعا حول القضايا الحقيقية والمشكلات الحقيقية ديال المهنة، لأن الهدف ديالنا في نهاية المطاف هو أن نصل كما رفعنا في شعار هذا المؤتمر إلى تحقيق هدف صحافة مرفوعة الرأس، وأن نحفظ كرامة الصحفيين، وأن نصل إلى صحافة ذات مصداقية في مستوى التحديات المطروحة على المملكة. هذا هو المهم. اليوم كل من أراد أن يعمل على هذه القضايا وعلى التحديات فيدرالية مستعدة للمساهمة مع الجميع. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.